بدأت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية هجوما لاستعادة محافظة تعز جنوب البلاد من المتمردين الحوثيين، وسط عدم وضوح يحيط بمحادثات السلام التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها هذا الشهر بين طرفي النزاع. يا شباب كل الجبهات تحركوا الآن، الطيران يقصف في كل مكان، تحركوا مع الطيران، استفيدوا من القصف. وانطلقت عملية استعادة تعز من محاور الجنوب الشرقي والجنوبي والغربي بمشاركة عشرات المدرعات والآليات العسكرية التابعة للتحالف العربي، وأدت هذه المعارك الاثنين إلى مقتل 30 شخصا وفقا لحصيلة أولية. اليوم تم استيلاء على تبة الخوعة وتم تدمير تبة الأريال والاستيلاء عليها إن شاء الله. وتعد العملية أبرز هجوم لقوات هادي والتحالف التي تحاول استعادة زمام المبادرة الهجومية منذ بدئها عملية عسكرية في محافظة مأرب وسط اليمن في أيلول سبتمبر. ستكون معارك غير المعارك الأولى السابقة، هذه معارك حسم الآن، نحن الآن في مرحلة الحسم. وغدا بدء العمليات في تعز، وصل هادي الثلاثاء إلى عدن عاصمة البلاد المؤقتة عائدا من الرياض بعد زيارة لأيام معدودة في أيلول سبتمبر الماضي.